عندما تشيخ الذئاب، هذا عملك الجديد، أنت طبعا مع الأستاذ عبد فهد فيه. خلينا نشوف مقطع من المسلسل وبعدين نعلق. وصلان لعندما تشيخ الذئاب، ما شاء الله عليك. شو بقى؟ ومن امتى صاير حضرتك تفهم بالشو بقى؟ لك بتعرف شو مشكلتك؟ مشكلتك انه عندك عيون وما بتشوف، وعندك أدنين وما بتسمع، وعندك قلب ما بتحس. ولك هي الدرسوا فيه بروعة معانيها وصدق الكلام اللي فيها من أروع ما كتبوا بهرم التوسي. ولك هذا الشاعر المتشددين طعنوه بدينه. ولك هي بتحكي عن السلام الداخلي والحب الإلهي اللي بتحقق بزيارة مكة المكرمة. والقصيدة بتخلص وإن لم يكن الشاعر ذلك بمشهد يتخيل فيه شاعر نفسه بالجنة. ولك بيتمنى يصير مصير أصحابه مثل مصيره. طبعا هذا المسلسل يطرح إشكاليات معقدة بين رجال الدين واليسار وتورطهم بالفساد. كيف جاء اختيار العمل؟ وأيضا هناك ناس ودي تعلق عليها يتمنون لو كان الأستاذ جمال ناجي حيا حتى يشاهد تجسيدك لدور الشيخ عبد الجليل. يعني أنا شخصيا ما كنت بعرفه لجمال ناجي قبل التجربة. وقت الأستاذ عامر فهد المخرج يعني عرض علي الفكرة، فقريت الرواية قبل أن أقرأ المسلسل وعجبت جدا. وبعدين دريت أنه يعني من الشركة المنتجة أنه مجرد ما أعطوه حق النص يا حرام مات. هذا يعني يعني كانت أمنيته أنه ينشر له رواية أو مخطوط أو كتابة. سخرية من سخريات القدر. هذا الشيء يعني عمل عندي حافز. وقت العرض علي الأستاذ عامر هذا النص يعني عشقته. هلأ الإشكاليات أخي علي هي إشكاليات العلاقة ليس ببعض رجال الدين، إنما بواحد من رجال الدين الذي يفسر الدين على هواه ووفق مصالحه. أي حقبة كانت هذه؟ أي حقبة؟ هي تسعينات القرن الماضي. طب ليش في مشاهد حذفت؟ غزو العراق، الحضرة الصوفية، مشهد الحضرة الصوفية، لكن المخرج أتى بعدها ونشرها على حسابه في إنستغرام. ما الداعي؟ هل في جهة طلبتكم؟ هل أنتم ارتأيتم ذلك؟ أنا ما بعرف أي القصة، لأنه لا عندي إنستغرام ولا عندي فيسبوك ولا عندي تويتر. بس هذه المشاهد ما كنت حاضر فيها؟ يعني أنا شفت، يعني ما بعرف، يعني أنا حاضر تصويره بس ماني حاضر مونتاجه. طيب شاركك عبد فهد في العمل، هل أنت مع من يقول أنك أكلت عبد فهد في هذا العمل وحضورك طغى على حضوره؟ لا أبدا. كيف كان أداء عبد فهد؟ عبد فهد فنان مختلف. يعني اللي بيشوفه بدقيقة صمت واللي بيشوفه هون بيحس بالفرق والاختلاف. هناك شخصية وهون شخصية، وإن كان الشكل الخارجي أحيانا يتشابه ببعض المحلات، بس يعني هنيك مود وهون مود آخر. لا تماما مختلف. أخيرا، هل يفكر سلوم حداد بالاعتزال؟ ليه؟ أسألك. لا، راودتك هذه الفترة؟ إجت فترة إيه؟ كانت فترة إحباط أو؟ يعني تقريبا هيك بتقدر تقول. أحيانا بتصير هيك فترات كآبة أو سوداوية بتسيطر على حياة البني آدم فيفكر إنه يعتزل. بس أنا يعني بحس إنه حياتي بشيء له علاقة بهاي المهنة. وقت ما بقدر قوم بهاي المهنة على أكمل وجه، ممكن يعني أنا بفضل بمرحلة من المراحل وقت الواحد يوصل لأوج العطاء يوقف، وقت ما بقدر يعطي أفضل.